الاعتصام، وش رايك فيه كمواطن ليبي قبل اي شيء؟ اعتقد ان الاعتصام في الدرجه الاولى في الدرجه الاولى يعتبر وفاء منا لدماء الشهداء التي سقطت لتحرير بلادنا الوطن الحبيب ليبيا من الظلم ومن القهر من قبضة القذافي وإزلامه. فأعتقد خروجنا اليوم سواء كان في ميدان الجزائر أو في ميدان شجرة في بنغازي أو في ميدان الشهداء في الزاوية أو في كل ميادين ليبيا الحبيبة ما هو إلا تصحيح لمسار هذه الثورة التي ضحى من أجلها المئات والألاف من أبناء ليبيا الأوفياء ورجالها ونسائها. أعتقد لدى الشباب اليوم في ميدان الجزائر أو في ميدان شجرة أو في كل ميدان ليبيا مطالب شرعية حقوقية يتضمنها كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي معمول بها في كافة الدول العالم. يجب على المجلس الوطني الانتقالي أن يعي أن الشعب الليبي قد بلغ سن الرشد، لم يعد قاصر الشعب الليبي. وجه رسالة للسيد مصطفى عبد الجليل وللسيد عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة. الشعب الليبي يقولها اليوم وغدا وغدا: يا كبير كبرنا، نحن لم نعد قصر، قادرين، اسقطنا نظام أعتى دكتاتوريات العالم، قادرين على إدارة الدولة الليبية والنهوض بها. يجب إدراك أن الشعب الليبي والشعب الليبي لديه تطلعات وطموحات، يرقى بنفسه ويرقى بهذا الوطن. يجب النزول يا سيادة المستشار، نزول للشارع الليبي وسماع هذه المتطلبات، وهي ليست كبيرة جدا وإنما حقوقية ومشروعة لبناء دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة المجتمع المدني. شكرا، بارك الله.